ويقول لك الصواب بيلف حوالين نفسه الصواب مش عارف ايه، الصواب بيمسك الكوره كتير وكده. يا ابني انت عايز مني؟ اقول له يا كابتن ما انت لازم متاخر. صمم، انا مش هلعب غير بالاحمر، مش هلعب النهائي. قلت له نعم. لما اموت انا تبقى تساله، هم وتشال من عليك. حتى ابراهيم سعيد بعد ما قام احبس ايده ووشه وضاين، نبدا بمين؟ ما فيش حد بيتكلم. فرحت قال لي كابتن شوقي خلاص كله في الكليتش. قال لي متاكد؟ قلت له اه. قال لي في الكليتش. ناس كتير يمكن فاكر ان لقب الصقر ده هو لقب عيله او لقب معايا من الاول. لا، هو طبعا يمكن لقب الصقر ده بدا معايا من بشكتاش. هو الشعار بتاع النادي زي شعار النادي الاهلي كده، النسر هنا هو شعار نادي بشكتاش والصقر. فهم اول ما انا رحت فبداوا يقولوا ان يعني زي انضم صقر جديد للقلعه السقوط اللي هي قلعه بشكتاش. فمن هنا طلع لقب الصقر المصري. هم بداوا يطلقوه عليا. نبدا نتكلم بقى على النجاحات والانجازات والجيل الذهبي اللي كل الناس ارتبطت بيه. كان الكابتن حسن موجود لفتره مؤقته، لان كانت نفس الفترات اللي احنا بنعيشها في الاوقات الحاليه. اول ما يحصل اخفاق فنبدا نفكر في اجنبي ولا مصري، مصري ولا اجنبي. الاتجاه كله كان رايح لمدير فني اجنبي، انما الكابتن حسن بدا يشتغل وعمل نتائج طيبه. فبدات الناس تحس ان لا، المنتخب بدا يبقى ليه شكل. بدانا ندخل على بطوله 2006. الوقت كان وقت ضيق، فقال لك خلاص نبدا نكمل بالكابتن حسن شحاته ومجموعه اللعيبه اللي موجوده معاه. ما قبلها كان في بعض الازمات شويه كده وبعض المشاكل. ان الجهاز الفني لما جه بقياده الكابتن حسن شحاته بدات ناس تخوفه من اللعيبه المحترفين، رغم ان احنا ما كانش عندنا لعيبه محترفين كتير. احنا كان كلهم ثلاثه او اربعه هم اللي كانوا بيلعبوا في وقتها في 2006. يمكن كنت انا وعبد الظاهر السقا وكان احمد حسام ميدو. بدات الناس تقول للكابتن حسن شحاته اللعيبه المحترفين ومش حابينك ومش حابين ان انت تبقى موجود والكلام ده وكده. وطلع كلام ان في هيبقى في مؤتمر صحفي، ان احنا هننزل نعلن ان مفيش دعم لينا كمحترفين من الجهاز الفني، الجهاز الفني مش حابب وجودنا وكده. ولكن ده كلام اشيع، يعني مفيش حاجه من دي تمت خالص. فبدانا ان احنا نلعب ماتشات وديه. لعبنا ماتشين، لعبنا غانا وجنوب افريقيا. مباراه جنوب افريقيا تقريبا كانت مباراه التحول في تاريخ عصام الحضري. كان عصام ما كانش فيه اتفاق قوي ان هو ممكن يبدا البطوله. ايضا بعض الناس اني اشارت للكابتن حسن شحاته ان عصام مش فال افضل ما يكون يعني على المنتخب لما بيلعب وكده. فتم الدفع في اللقاء ده بعبد الواحد، ولكن الجهاز ما اطمنش وقال لا انا خلاص احنا استقرينا على عصام الحضري وبدانا البطوله الافريقيه. انا واحد من الناس مع بعض اللاعبين كنت بتعرض لكم انتقاد شديد جدا جدا. مهم جدا اللاعب اللي هو محدد هدفه ما يشغلش باله الناس بتقول ايه. وحتى انا يمكن كان ليا تصريح بعد نهايه البطوله، لان كان موجود ليبي وقتها المدير الفني الايطالي. وبعد الدور الاول بعد الثلاث ماتشات الاولانيه، فراجل سالوه هنا في مصر سؤال كان في مؤتمر صحفي، فبيقولوا له يعني مين ابرز اللعيبه اللي انت شفتها؟ وراجل قال اللاعب رقم 17 كابتن المنتخب المصري، انا شايفه ان هو افضل لعيب موجود في البطوله. في حين ان الناحيه الثانيه الناس كانت بتنتقدني على الاداء ويقول لك الصواب بيلف حوالين نفسه، الصواب مش عارف ايه، الصواب بيمسك الكوره كتير وكده. وكل المدربين اللي مسكوا منتخب مصر كلهم بلا استثناء لعبت معاهم، فاكيد يبقى الناس دي اكيد في هم اللي غلط. انا كنت وقتها اللي موجود لكابتن المنتخب وكان بقالي فتره طويله قوي، وبعديها جه كابتن حسام حسن. طبيعي ان كابتن حسام حسن لما يجي على القيمه الكبيره والاسم الكبير ان هو يبقى طبعا كابتن للمنتخب وكده. ولكن دايما كان الجهاز الفني واللعيبه يعني بقالوا فتره طويله بيتعاملوا معايا انا، لدرجه ان كان دايما يحصل ايه، ننزل مثلا على الغدا فاحنا مدخل اللعيبه، فيجي كابتن حسام ينزل مثلا فيبدا يسال انتوا مين دخلكم، فيقولوا له احمد حسن. يا ابني انت عايز مني؟ اقول له يا كابتن ما انت لازم متاخر. مثلا الكابتن حسن في وقت قال لي اللعيبه ليه مش لابسين شرايطات طويله، فقلت له يا كابتن عادي يعني. بعد كده كابتن انت بتقول لي انا ليه؟ ما في كابتن الفريق وكابتن حسن. فكابتن حسن جاي واقف جنبي وكده، فقال له يا كابتن انت بتسال ايه؟ فقال له لا اللعيبه ما بيلبسوش شرايطات ليه؟ بقول لاحمد حاول مسكني من هناك. قال له بص انا كابتن عايز اقول لك لما اموت انا تبقى تساله هو. بدات الحمد لله كسبنا الماتش الاولاني، تعادلنا الماتش الثاني ضد المغرب. المنتخب الوحيد اللي في افريقيا ما كسبتوش هو منتخب المغرب. فلعبنا اللقاء الثالث قدام كوت ديفوار وقدرنا ان احنا نكسب. بدا بقى يحصل نوع من انواع ان الناس بعد ما كانتش مطمنه للمنتخب، الناس بدات تحس ان احنا هنحقق او عندنا امال ان احنا نقدر نحقق البطوله. الجمهور اختلف وقتها. دايما احنا كنا بنشوف مشجعين الدرجه الثالثه، بدا يدخل جمهور جديد مختلف على كره القدم ونشوف جماهير مختلفة. بعد كده طلعنا كان عندنا الكونغو وقدرنا ان احنا نتغلب عليها 4-1. اه طبعا المباراة دي يمكن انا جبت فيها هدفين. وبعديها رحنا للقاء الاصعب وكان لقاء السنغال. حتى من الطرائف دايما ان انا كل ما اقابل الحاج ضيوف يقول لي احنا لينا ضرب بالجزاء في اللقاء ده ما اتحسبتش وكانت على
ابراهيم سعيد، وانا افتكر ان حتى ابراهيم سعيد بعد ما قام احبس ايده ووشه وضاين ضربه الجزاء ما اتحسبتش وكده. من ضمن الاحداث طبعا اللي كانت موجوده في لقاء السنغال يمكن كانت مشاده ميدو والكابتن حسن شحاته. لا يصح الا صحيح في النهايه. ميدو كان نجم كبير واسم كبير، ودايما لما ميدو يجي يتسال لو عاد بيجي الزمن اكيد ما كنتش هعمل المشكله دي. واحنا وقتها كلعيبه ما قدرناش ان احنا ندافع عن ميدو بشكل قوي لان المنظر ما كانش حلو. لما حصلت المشكله يمكن انا ما كنت بعيد. فعلى بال ما رحت بقى كانت خلاص الاحداث حصلت، وكان تدخل وقتها كابتن حسام حسن ان كان قاعد على الدكه. اهم مميزات كره القدم هي العداله، لان العداله انا شايف العداله بتجيب توفيق. فسبحان الله انعم زكي بعديه على طول بما فيش في اول لمسه ليه بيحرز الهدف. اتكلمنا مع حسن شحاته، او انا اتكلمت مع كابتن حسن شحاته، كان هو عايز يستبعد ميدو تماما من البطوله ما يبقاش معانا في اللقاء النهائي. فقلنا له خلاص احنا مع القرار بتاعك، بس ميدو يفضل موجود معانا في المعسكر والمباراه النهائيه يبقى موجود حتى مش على الدكه، يبقى موجود في المدرج. والراجل امتثل. بحكي الجزئيه دي لسبب، لاني حصل نفس الموقف بس بشكل مغاير مع عمرو وردة. وكويس ان انت كلاعيبه منتخب ان انت تبقى عايز تقف جنب زميلك، بس مش على حساب المنتخب. التوفيق بيجي دايما مع الالتزام. رحنا بعديها للقاء الكوت ديفوار. كابتن حسن عنده حته التفاؤل والتشاؤم شويه، هو يعني دايما بيبقى حاططها في دماغه. احنا لعبنا البطوله كلها كانت الشريط الاحمر والشريط الابيض والشراب الاسود. فجي النهائي احنا هنلعب بالابيض. كابتن حسن صمم انا مش هلعب غير بالاحمر، مش هلعب النهائي. فبدا يجي المهندس هاني ابو ايده لان وقتها كان هو في الكاف وكده. فغير في اللجنه ان احنا هنلعب باللون الاحمر وهم يلعبوا باللون الاورنج بتاعهم، مفيش مشكله خالص، رغم ان اللونين ممكن يكونوا يعني شويه قريبين من بعض. بدا اللقاء وبعديها بيتصاب وائل جمعه. وهنروح للاعتذارات بعد كده، او هنروح للعيبه اللي اعتذرت ومشيت سابت المعسكر، لان بشير تبعي واحد من الناس اللي قبل البطوله كلمني واتكلم معايا وقال لي انا عايز امشي ومش عايز اكون موجود لان انا واضح ان انا ماليش دور. وحاولت ان انا اقنع بشير ان هو يبقى موجود، انما صمم ان هو يمشي ويسيب المعسكر. ومن بعدها بشير ما بقاش موجود معانا خالص. وكان زيدان كان وقتها كان عنده ظروف، وحسام غالي طبعا وقتها لان كان جاي له عرض وكده. وائل جمعه بيتصاب في اللقاء النهائي وبتتزنق وبتبدا تلعب باحمد فتحي. نوصل للاكسترا تايم وضربه الجزاء اللي هي ضربه الجزاء الشهيره لبركات اللي قعدنا بعد كده نهزر ونضحك عليها. وبمناسبه بركات، بعد ما خلصنا السلام الوطني فانا بلف على اللعيبه واحد واحد كده، وصلت لحد بركات فبقول له يلا كنت عايزين نشد النهارده ونحقق البطوله مش عارف كده. لقيت واحد بص كده يعني كله في الكليتش. فانا رحت بص له كده قلت له نعم، قال لي في الكليتش. رحت بص له كده انت ركز بركات هنا وسبته ومشيت خلاص، يعني هو طبيعته كده. ضربه الجزاء اللي في الاكسترا تايم انا اللي محطوط رقم واحد ان انا بشوط وكده، وبتضيع ضربه الجزاء. ببدا اشيل ضغوط واحساس لا يوصف، احساس مش عارف اوصفه. عرفت بين الشوطين ان انا احسن لاعب في البطوله. احساسك ان انت شلت اليوم بقى، انت اللي شلت اليوم خلاص. شد في كل حته في الجسم، شويه سمانه رجليه، شويه الخلفيه، شويه الامام، كل ما اجي احس جسمي يشد. الماتش انتهى طبعا بالتعادل 0-0 اللقاء ده، وبدانا ان احنا ندخل على ضربات الجزاء. جمعنا علشان نشوف مين هيشوط ضربات الجزاء، نبدا بمين. مفيش حد بيتكلم. فرحت قايل لكابتن شوقي خلاص انا هبدا اشوط انا الاول. فقال لي بلاش. قلت له لا انا هبدا انا الاول لان حسيت اللعيبه قلقانه. قال لي متاكد؟ قلت له اه. قال لي يلا شوط انت اول. خلاص يعني انتوا خايفين من ايه؟ انتوا قلقانين من ايه؟ انا ضيعت ودخل اشوط تاني مفيش مشكله. وانا رايح انا والدروب عشان نشوف مين بنعمل الوقعه مع الحكم، كل امنياتي ان هم اللي يبداوا يشوطوا الاول. مع كل اسف انا اللي كسبت وانا اللي هشوط اول ضربه جزاء. فالاحساس وانا بحط الكوره وبشوف الجون اللي هو عرضه شايفه قد كده قدامي، شايفه زي الجون الخماسي بالظبط، لدرجه ان انا بعد ما حطيت ضربه الجزاء بعدها انا حتى ما فرحتش. بس هو الناس مش فاهمه ان انت هم وتشال من عليك. لو انا ضيعت ممكن ياثر على مستقبل جيل بالكامل، لان احنا ممكن بعد البطوله دي خلاص يحصل بقى تاني زي ما بيحصل على طول، شيلوا بقى المدير الفني خلاص، اللعيبه دي بقى الكبار بقى تبطل وكده. انما القرارات هي اللي بتصنع دايما الابطال. وبعديها الحمد لله دخلنا بعد كده حضر قدر ان هو يصد اول ضربه جزاء من دوربا. وبعديها بدا يتوالى محمد عبد الوهاب، عمرو زكي ضيع، بعد كده عبد الحليم صدنا احنا، بعد كده ابو تريكه طبعا ختم بضربه الجزاء الاخيره. ابو تريكه لما دخل شاط الضربه الاخيره وما كانش عارف ان هو اخر واحد، فلقى ان الحضري بيجي عليه فبدا يستوعب احنا خلاص خدنا البطوله. بدأنا طبعا كلنا بقى فرحه وكده، وده كانت البوابه لبدايه الجيل الذهبي اللي بعد كده قدرنا نحقق 2008 وقدرنا نحقق 2010.